شيع أهالي نابلس شهيدين قضايا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذتها قوة خاصة في المدينة. وقال جيش الاحتلال إن العملية العسكرية استهدفت منفذي عملية حوار جنوبي نابلس التي أصيب فيها جنديان إسرائيليان نهاية الشهر الماضي. هدف الاحتلال من كل اقتحام الوصول لهذا السلاح وحامليه، وفي نابلس هدفه الأكبر إسقاط هذه الراية ومن يعمل تحتها أو تحت مثلها. بأن مجموعات علينا الأسود لن تنسى دماء مجاهديها ولن تنسى دماء رفقاء الدرب داخل هذه المجموعات، وسيكون الرد مزلزلا ومرعبا لهذا الكيان الصهيوني الغاشم، وسيكون لنا في الحديث بقية. دمار وخراب خلفه جيش الاحتلال في 5 منازل اقتحمها بنابلس. عديد أحياء المدينة كان مسرحا للاقتحام. أعلن الاحتلال أن هدفه الوصول لمنفذ عملية حوارة التي أصيب فيها جنديان نهاية الشهر الماضي، ولا علاقة لهذا المنزل بهما. تم تفجير وتم عندي اقتحام البيت وتم خراب، بس ما يوجد أي اعتقال عندي، فقط بس احتجزوني ساعة ونص، والدار أنا كمان 3 طلاب. شهيدان وعشرات الإصابات ومعتقلان حصيلة اقتحام الاحتلال لنابلس. انسحب جيشه مخلفا حزنا ووجعا، كما ترك قهرا للرجال. إن شاء الله كنا شهداء، إن شاء الله كنا رايحين، إن شاء الله كنا شهدين، إن شاء الله. شيعت المدينة شهيديها، وأعلن أهلها الإضراب وإغلاق محالهم، وظل سلاحها مشرعا في وجه محتليها. يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي حاملي هذا السلاح، ولكن العهد فيما بينهم حتى لو سقط أصحابه فلن يسقط سلاح المقاومة من أيديهم. فادي العصا، العربي، نابلس. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا من رام الله مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بك سيد البرغوثي. ما الذي يدفع السلطة الفلسطينية لتبني خطة مايكل فنزل التي تهدف فعليا للتصدي للمقاومة في الضفة الغربية عبر يعني تدريب نخبة عسكرية يقول الكثيرون أنها ستقوم بالمهام القذرة بالنيابة عن قوات الاحتلال؟ لا يوجد أي تبرير لمثل هذا التوجه إن كان صحيحا، وهذا يمثل تكرار لأخطاء سابقة ارتكبت في الماضي. وفي هذا الوقت السلطة الفلسطينية مطالبة بفرض المقاطعة على إسرائيل وليس التعامل معها، وإلغاء كل أشكال التنسيق الأمني معها، لأن ما يواجهه الشعب الفلسطيني هو حكومة فاشية عنصرية مجرمة، ولا سبيل أمامنا سوى مواجهتها ومواجهتها بالمقاومة. ودعني أقول أن ما فشلت فيه إسرائيل لن تنجح فيه السلطة الفلسطينية لو أرادت، وبالتالي الأخطر ما يمكن أن يحدث أن تسمح السلطة الفلسطينية لإسرائيل أو أي أطراف دولية خارجية وخاصة الولايات المتحدة بدفعها للصدام مع شعبها. آخر ما نحتاجه هو صراع فلسطيني داخلي، ونحن جميعا نواجه نفس الخطر ونواجه نفس العدوان، وحتى السلطة الفلسطينية تواجه اعتداءات متكررة تريد أن تحجمها وتريد أن تضعفها. المطلوب الآن التوجه نحو الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الحالة القائمة حاليا من انقسام مضر بالشعب الفلسطيني ومنع تفاقم هذا الانقسام أكثر فأكثر. طب دكتور مصطفى، يعني هذا الحل المطلوب للمشهد الفلسطيني بالوحدة هو يعني جواب المليون على كثير من المشاكل التي تعانيها القضية الفلسطينية، ومع ذلك لا يحصل. الآن نشوء ظاهرة ككتيبة العرين، قوامها شباب لم يشهدوا الانتفاضة الأولى ولا الثانية، ويواجهون كل هذا الخطر كما ذكر زميل فادي العصا بأن كل اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى نابلس هدفه الحقيقي القضاء على هذه الكتيبة. ما السيناريوهات التي يمكن تواجهها هذه الظاهرة، وما مخاطر القضاء على كتيبة عرين الأسود إن نجحت إسرائيل بمساندة من السلطة أو من دونها؟
شوف يا أختي، لا بمساندة السلطة ولا بدونها ستنجح إسرائيل. إسرائيل فشلت وتفشل في وقف المقاومة الفلسطينية على مدار أكثر من 70 عاما، ولكن اليوم الفشل الإسرائيلي يبدو أكبر من أي وقت مضى. منذ بداية هذا العام استشهد 94 فلسطيني ومنهم 17 طفل على يد جيش الاحتلال، وفي العام الماضي 224 شهيد. هذه أعلى أرقام منذ عام 2005، ولكن ذلك لم ولن يكسر إرادة الفلسطينيين. مكان كل شهيد يسقط من مجموعات المقاومة يأتي 100 شاب آخر جديد. المسألة هنا تكمن في أنه الشعب الفلسطيني أدرك أنه 32 عام من نهج المفاوضات فشلت فشلا ذريعا، وأن المراهنة على حل وسط مع الحركة الصهيونية هي مراهنة فاشلة بالكامل، ولا سبيل أمام الفلسطينيين سوى المقاومة والكفاح والاعتماد على النفس واسترجاع أو استعادة قيم الانتفاضة الأولى، الاعتماد على النفس وتنظيم النفس وتحدي هذا الاحتلال الذي تحول إلى أسوأ نظام أبرتايد وتمييز عنصري. اليوم في إسرائيل تجلس أسوأ حكومة فاشية في تاريخ المنطقة، حكومة فيها فاشيون مثل سموتريتش وبنغفير. سموتريتش الذي يقول أنه سيملأ الضفة الغربية بالمستوطنات حتى يفقد الفلسطينيون كل أمل، ويبقى أمامهم واحد من 3 خيارات: إما الرحيل، وإما الخضوع الكامل لإسرائيل، وإما الموت. مع مثل هذه الحكومة لا يجوز التعامل، وإذا كان هناك مطلب من السلطة الفلسطينية فهو أن تقاطع هذه الحكومة، أن تتوقف عن اللقاءات معها كما جرى في العقبة وشرم الشيخ، أن تتوجه لشعبها، تتوجه لشعبها من أجل الوحدة الوطنية، من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني من حالة الانقسام. دكتور مصطفى، عذرا، بما أنك ذكرت حديث سموتريتش وتوعداته، ما رأيك اليوم بنفي بن غفير عن نفسه ما قاله سابقا، وأيضا يعني كأنه يعد بأنه شخص مختلف؟ كذاب باختصار، هو شخص كذاب مضطر أن يكذب الآن حتى ينقذ نفسه من هذه المحكمة، ولكن تاريخه معروف. بن غفير منع من الخدمة في الجيش الإسرائيلي عندما كان عمره 18 عام لشدة تطرفه، وبن غفير كان من أتباع كهك كهانة، حركة كهك كهانة الفاشية التي صنفت في إسرائيل كحركة إرهابية، وهو كان يقدس باروخ جولدشتاين الذي ارتكب المجزرة في الحرم الإبراهيمي. وبن غفير لم يختلف، بن غفير يهدد الآن باقتحام المسجد الأقصى ويقول أن المسجد الأقصى لليهود أيضا. وبن غفير هو عضو في حكومة تقول أن بقول برنامجها أن فلسطين التاريخية بكملها التي يسمونها زورا أرض إسرائيل هي حكر لليهود فقط، وحق تقرير المصير فيها محصور باليهود فقط. هذا الرجل الفاشي ينظم الآن بمعونة نتنياهو جيشا فاشيا جديدا تحت اسم الحرس الوطني من المستعمرين المستوطنين. صحيح، وهو نفسه مستعمر مستوطن. طيب، فالذي قاله اليوم كان كذب فقط لإنقاذ نفسه من محاكمة على أنه إرهابي. طيب، ما تقوله سيد البرغوثي يعني يوحي بأن الصدام يعني آت لا محالة، لجهة يعني توتر الأوضاع في الضفة، لجهة الغضب الفلسطيني، ولجهة أيضا شدة التطرف الذي تمشي عليه هذه الحكومة بشخصياتها الصهيونية. لأي درجة هنالك مساحة للوصول لحلول وسط مرضية للفلسطينيين ضمن الوضع القائم؟ لا يوجد حلول وسط. لا توجد. الحركة الصهيونية كشفت أوراق، ولا تقصد أنت داخل الحركة الوطنية؟ نعم. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، حدثتنا من رام الله، شكرا لك.